دكتور سيد، تحدثت عن الفرق بين الخدمة والخبرة، وذكرت أن التدريب هو الذي يحول الخدمة إلى خبرة. إضافة إلى سؤالك عن هذا الذي تقصده من الفرق بين الخبرة والخدمة، أسألك عن واقع اهتمام المؤسسات الإنسانية العربية والإسلامية بتدريب كوادرها، بتأهيلهم لأجل تحقيق هذه الخبرة التي تتحدث عنها. دكتور سيد. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة الخدمة معروفة، الخدمة معروفة أن يعمل الإنسان في مكان، أما الخبرة هي كيف يستخلص ذلك الإنسان خبرته، بمعنى كيف يفعل ما يفعل ولماذا يفعله، من خلال، أنا لا أقول التدريب وإنما أسميها التعلم، ودعني يعني يجعلني أنتقل من التدريب إلى التعلم. وهذه رحلة يبدأها أنه لابد أن يكون له خبرة ميدانية، يعمل شيئا يفيد الناس ويتعلمه، ثم يتأمل فيما يفعل كيف يفعله. إن لم تحدث هذه المرحلة من التأمل فهو لن تتحول، هذه اللبنة الأولى في تحويل الخدمة إلى الخبرة. الأول التفكر، ثم يستخلص تلك الدروس، ثم يختبر تلك الدروس. إن فعل هذه المراحل الثلاثة فهو يساعد هذه المسألة أن خدمته تتحول إلى خدمة. هذا قد يتم في عمله في الحقيقة دون ما تدريب، وده اللي بيجعل كثير من الناجحين في العالم لم يتلقوا أي تدريب، لأن هم عندهم قدرة على التعلم الذاتي بأنفسهم، فجعلنا نسميها التعلم. والمؤسسات الناجحة في العالم والدول الناجحة في العالم والأمم الناجحة في العالم هي الأمم التي تتعلم. أما إجابة على سؤالك، إلى أي درجة تكون المنظمات الإسلامية والعربية مهتمة بإثراء هذه الخبرة الجديدة أو التالنت الجديد أو الزكوات الجديدة في التعلم؟ فأنا أقول أن المؤسسات لابد أن نرى ظروفها. نحن في الحقيقة exhausted، أو بالعربي يعني منهكين بشكل كبير، الجمعيات في الاستجابة للطوارئ التي ما تنفجر هنا وهناك. فالمؤسسات في الحقيقة نمر واحد أنها منشغلة جدا في الاستجابة إلى هذا الأمر. القادة معظمهم يعرف أهميتها، لكن هذه التعلم يحتاج إلى موارد، ومن ضمن الموارد المالية، والمؤسسات المانحين لها كثيرين يريدون أن يعطوا 10 دولارات لتصل إلى المستفيد 10 دولارات، لا يستثمرون أبدا في تعلم وتعليم وإكساب العاملين مهارة. ولذلك فدائما نحتاج إلى طرف ثالث. في المؤسسات الغربية هناك المانحين الدوليين يهتموا ببناء كفاءة المنظمات، والتي تعتمد أساسا على قدرتهم على التعلم وإتاحة فرصة التعلم لهم، سواء بالورشات أو بالتأمل أو بالاختلاء بأنفسهم أو بالقراءة وغيرها. فالإجابة على سؤالك، أنا أعتقد أن المنظمات تعرف هذا، صحيح أنها يجب أن تزيد معرفتها، لكنها تفتقد الموارد. وأنا أدعو في الحقيقة من خلال المنصة دي لمن يعطي الأموال يعرف أن جزء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب في توصيل الخدمات الإنسانية والإغاثات والتنمية تتطلب التعلم المستمر. وللأسف فهناك كليات مهندسين، وكليات تخرج أطباء، وكليات تخرج مدرسين، تخرج مدرسين، لكن كلنا نعلم أن العاملين في العمل الإنساني لم يتخرجوا من كلية متخصصة في ذلك، فواجب شرعا وقانونا ومهنيا وإنسانيا أن يتعلم منه.